موضوعنا هو line to line fault والتابع إلى unbalanced fault section. مثل ما عرفنا للاشتقاق line to line fault بالsynchronous generator we need first the providing condition for this type of fault. بالتأكيد يمكننا معرفة الـ providing condition من الفيجر اللي هو واضح أمامك هنا لنوع الـ line to line fault. وهنا اعتبرنا we assume line to line fault from the line from the phase A from the phase B to phase C. ولذلك الـ providing condition مثل ما تلاحظ راح يكون تيار الفولت هو عبارة عن الـ equal to IB or equal to minus IC. وبما أنه عندنا unloaded generator راح يكون شنو؟ راح يكون عندك تيار الـ IA equal to zero كما واضح أمامك هنا. وأيضا بالـ providing condition راح يكون الـ VB equal to VC. فباستخدام الـ initial providing condition اللي هنا mathematically presented here IA equal to 0 I fault equal to IB will I fault equal to IB or equal to minus IC وأيضا VB equal to VC. بعدها راح يكون عندنا باستخدام symmetrical component IA not IA1 IA2 مثل ما تعرف هذا الترم هو واحد على ثلاثة في الـ I transpose multiply by IA هنا الزيرو مثل ما اتفقنا unloaded generator IB وهنا عوضت بدل الـ IC minus IB من الـ providing condition المتوفرة أمامك. وبالتالي من هاي المعادلة راح تحصل هذه القيم الـ IA not قد تساوي 0 and IA1 equal to minus IA2. وبما أنه الـ IA not راح يساوي 0 هذا يؤدي إلى أنه Z not equal to infinity وبالتالي عندك الـ VA not يساوي 0 الـ VA1 تساوي VA2. وباستخدام الـ balance voltage للجنريتر اللي هي حصلنا هاي المعادلة سابقا من الصفحة اللي هي أمامك هنا صفحة 37 هذه المعادلة للسينكرونوس جنريتر راح نستخدمها للفولتج. راح تكون عندنا هنا القيم الموجودة أمامك VA0 VA1 VA2 تساوي 0 EA 0 minus الimpedance matrix في الـ IA not IA1 IA2. ومثل ما اتفقنا الـ IA not راح يكون 0 والـ IA1 والـ IA2 تساوي minus IA1. نضرب هذا المعادلة بالمقدار أو الفيكتور واحد واحد ماينس واحد راح نحصل هذه الإكويجين. وعلى اعتبار أنه الـ VA نوت هنا equal to zero ما مكتوبة على اعتبار أنه تساوي zero plus VA1 minus VA2 ومثل ما تلاحظ عوضت بدال الـ VA2 VA1 فبعدها VA1 minus VA2 راح يكون 0 تساوي EA minus IA1 في Z1 plus Z2. بالتالي عندك الـ IA1 راح يكون EA على Z1 plus Z2. ومثل ما تعرف احنا تيار الفولت راح يساوي IB ولذلك نستخرج من هنا الـ IB
من هذا المقدار. فالآي فولت راح يساوي آي بي، ويساوي الآي الآي بي بطبيعة الحال راح تساوي آي أي نوت بلس أي سكوير في الآي أي ون بلس أي في الآي أي تو. مثل ما تعرف الآي أي نوت استخرجناها لهذا النوع line to line fault تساوي 0 plus a square minus a في ال i a1. بعد ما نبسط a square minus a راح يكون عندنا الناتج minus j جذر 3 في ال i a1، ولذلك ال i fault راح يصير مقداره minus j جذر 3 في ال e a على z1 plus z2. والتمثيل لهذا النوع هو واضح أمامك بصفحة 43 بهذا الفيجر اللي هو single line diagram. مثل ما تلاحظ EA series وياها Z1 والZ2. النوع الأخير اللي راح نتناوله هو double line to ground fault. أيضا نحتاج بالبداية ل providing condition، وال providing condition هي ال I fault لل double line to ground fault equal to IB plus IC، ال IA equal to 0، ال VA equal to 0، وال VC equal to 0. طبعا هاي المقادير حصلناها من هذا الفيجر اللي يمثل لك شنو؟ يمثل لك ال double line to ground fault، والفولت هنا على الفيز B والفيس سي الى الجراوند هو انلودد جنريتر، ولذلك عندك الاي اي 0 الفي بي تساوي في سي وتساوي 0 على اعتبار الفولت الى الجراوند. وايضا عندك الاي فولت هنا هو عباره عن تيار من الفيس بي بلس تيار من الفيس سي. نرجع هنا الى الـ providing condition. مثل ما تلاحظ الـ i fault هو i b plus i c، الـ i a equal to 0 unloaded generator، الـ v b تساوي 0 والـ v c تساوي 0 على اعتبار double line to ground fault من الـ phase b والـ phase c الى الـ ground. لذلك الـ symmetrical component v a0 v a1 v a2 equal to 1 divided by 3 في الـ A transpose في الـ VA VB VC. ومثل ما حصلنا من الـ providing condition الـ VB والـ VC equal to 0 from this. راح نحصل من هاي المعادلة انه الـ VA0 تساوي VA1 تساوي VA2 وتساوي VA divided by 3. واحنا نعرف انه ال VA1 هي شو تساوي لك EA minus IA1 في Z1. نعوض هذا المقدار بالبالانس فولتج للسينكرونس جنريتر اللي هي VA0 VA1 VA2. ومثل ما اتفقنا انه ال VA0 تساوي ال VA1 وتساوي VA2، نعوض قيمهن مساويات اللي هي راح تكون تساوي EA minus IA1 في Z1، نعوض القيم هنا راح تساوي الطرف الأيمن من هذه المعادلة، وبالتالي نضرب هذه المعادلة